لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.klaketnews.com. ما أنا هبقى لازق في الكاميرا قوي. قرب عادي احنا كمان عشان احنا كمان ايدينا اوكي. طب انتوا ليه واقفين تحت؟ ما هو حاطين انتوا اللي معليكوا عني. ايوه ماشي. احنا ممكن نشوف بقى الفترة الجاية عاملين ايه. هو انت ساند ولا انت ايه السؤال معلش؟ الفترة الجاية هتفك انت وهو عاملين حاجة دراما يعني؟ والله في فكرة كده يعني انا شغال عليها يعني ممكن نعملها. لا ما لو قلت لك الفكرة هنعملها ازاي؟ سينما. وفكرة حلوة جدا والله يعني هي فانتسي يعني نوعية الافلام الخيالية يعني. طب هتتكلم عنها ولا لا لا خيالية يعني ما خيالية يعني ممكن نطلع بنطير مثلا فانا يا ريت نكون بنطير في الحقيقة. لا أزمة ليه؟ لا خالص. في حاجة مهمة بقى أحمد فهمي كل ما أجي أبعته على الواتساب ألاقي حاطط صورته. ما هو يعني إحنا عاملين ديل هو يحط صورتي على الواتساب وأنا أحط صورته على الواتساب. يعني فاهم؟ مش يجي لكم شغل مختلف بقى ولا إيه؟ يعني كل واحد لا 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 يعني بس يعني أنا بتلخبط. أشتغل هنا يعني إيه الهدف؟ أنا بتلخبط. يعني لازم أراجع الشات عشان أشوف أحمد فهمي مين فيهم. بالظبط يعني الإيه؟ أغرب موقف حصل لك على الاسم ده أنا أو مقارنة لا اصل احنا متعودين يعني احنا من زمان قوي واحنا خلاص الناس عارفه فهمي وفهمي يعني ويعني مره هو عمل لي انترفيو مثلا في مجله يعني حد كلمه على اسنانه وعمل انترفيو كله وكلمني قال لي انا رديت قلت كذا وعملت كذا مره هو كان حد كلمني على اسنانه وهو اخذت له ميعاد قلت له انت عندك بكره ميعاد مع مخرج الفلاني الساعه كذا والله بجد بالظبط لا ممكن بس لو يعني انا نفسي اعمل ميوزيكال حلو اشتغلت انت وقت تاني مع بعض اسم مين لا عادي مش فارقه بس يعني نعمل حاجه تبقى لايقه علينا بس ده الاهم يعني طيب في عمل جديد ليك اغاني ولا سنجل ليك ولا لا ايه بقى ليه ولا تسمعنا حاجه جديده لا شغالين عليها دلوقتي ما لو بتفاصيل بقى لا يعني شغالين على اغنيه جديده مع عزيز الشافعي برضو واو مع تومه